مساء الخير على حضراتكم، ليلة سعيدة يا رب على كل المصريين. كل سنة وكل المصريين بخير وسلامة ومحبة. عيد الميلاد المجيد وليلة عيد الميلاد، ربنا يا رب يجعل أيامنا كلها حب وسعادة وسلام وتنمية ومحبة. كل سنة وإحنا دايما على قلب راجل واحد ودايما صف واحد، مفيش فرق ما بين مسيحي وما بين مسلم زي ما تعودنا في بيوتنا المصرية. يعني كل سنة وكلنا بخير يا رب، دايما نفضل عايشين في حب البلد دي. حقنه كلنا من شوية تابعنا حضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداس عيد الميلاد المجيد واللي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترأسه البابا تواضروس الثاني. وشفنا الفرحة يعني، وشفنا الزغاريت، وشفنا يعني جموع الشعب المصري فرحان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقداس. ويعني تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة هنأ فيها جموع المصريين بعيد الميلاد المجيد، وأشار سيادته لأهمية الترابط ما بين نسيج الشعب المصري والحفاظ على وحدته. خليني نسمع مع حضراتكم جزء من كلمة السيد الرئيس ونرجع بعد كده نكمل كلام. كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا، وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قداسة البابا. وده مش من فراغ، وانا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة اسمع حديث لقداسة البابا او حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته اجد فيه حكمه وفيه بلاغه عظيمه جدا. مش هنسى ابدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الاحاديث الاخيره ديت، لما قال الاديان تتوافق ومش لازم الاديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني انا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما اقول ابدا ابدا. ولازم النقطه دي احنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد انها تبقى متاصله في نفوسنا وحتى في الاجيال القادمه في اولادنا الصغيره، ان احنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز اقول لكم ان احنا محتاجين دايما ناكد في كل مناسبه ان احنا واحد، احنا واحد، احنا واحد. كمان تحدث فخامة الرئيس عن الأوضاع اللي بيعيشها العالم كله ومسألة الأزمة الاقتصادية اللي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار سيادته لدقة الظرف اللي بيعيشه العالم كله خلال هذه اللحظات، وأكد سيادته على قدرة الوطن على تجاوز هذه الأزمة، ونبه كمان على مسألة ضرورة إنه ما نسمعش لأي شائعات بتتقال، وفي النهاية لازم نفضل شعب متماسك طول الوقت. خلينا نسمع مع حضراتكم جزء آخر من كلمة سيادة الرئيس ونرجع بعد كده لحضراتكم. الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم قوي، لأن أنا شايف وسامع كويس قوي إن الناس في مصر قلقانة. طب أنت قلقان ليه؟ يقول لك أنا خايف عليها، وأنا سعيد بخوفك عليها. فأنا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الأولاني إن ربنا موجود وهو أعز من الكل وأكبر من الكل ويقدر يعمل كل حاجة طيبة لينا. طب إحنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق، أدي واحد. اتنين، إحنا كدولة بمسؤوليها حريصين على إن إحنا الأزمة الكبيرة اللي موجودة في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني، يعني بنعاني
لكن ما نخافش، ما نقلقش، وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير. أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس قداسة البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجة ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقوله لكم كلكم، وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول. طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر. كل ليلة مليانة محبة وسلام، عنوانها الفرحة والبهجة في كل مكان، يعني الشوارع كلها مليانة احتفالات جوه الكنائس وبره الكنائس بعيد الميلاد المجيد. احنا مستمرين مع حضراتكم في متابعة احتفالات المصريين بليلة عيد الميلاد. دلوقتي بينضم لنا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، موجود في كنيسة السيدة العذراء مريم بمصرة في منطقة شبرا. يا كريم مساء الخير عليك، وكل سنة وانت طيب، ان شاء الله سنة سعيدة عليك، ويعني عايزين نعيش معاك الأجواء الاحتفالية. كل سنة وانت طيبة يا دير، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يعني واحنا بنتكلم دلوقتي الحقيقة فعلا هنا من كنيسة السيدة مريم العذراء بمصرة انتهت بالفعل صلوات القداس، وبدأ الشعب الكنيسي خلاص ان هو يخرج دلوقتي عشان يتم عملية التناول هنا، وده جزء من الصلوات والاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يمكن الساعة 7 تقريبا ابتدت بالفعل الصلوات هنا بالعشية، وبعد كده تلاها صلوات القداس، وفي وسط صلوات القداس بتبقى موجودة العظة الخاصة بالحضور والمحتفلين بعيد الميلاد المجيد داخل الكنيسة هنا في كنيسة السيدة العذراء مريم بمصرة تحديدا في شبرا. يمكن في حقيقة في نقاشي النهاردة مع الموجودين النهاردة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، يعني اتكلموا عن قد ايه هم بيقضوا يوم سعيد ويوم جميل وسط العائلات، وسط عائلاتهم، وسط اصدقائهم الحقيقة في الكنيسة، وبيصلوا مع بعض وبيجتمعوا مع بعض وبياخدوا الصور التذكارية مع بعض، وبيتحضروا كمان بعد الصيام تقريبا 43 يوم ان هم خلاص يعيدوا لحد يوم 7 يناير. طبعا بيفضلوا صايمين، والنهارده بيصلوا لحد الساعة 12 بالليل، وبعد 12 دقيقة بالظبط بيبدأ 7 يناير وهو عيد الميلاد المجيد، وبيفطروا بعد ما كان صيام نباتي، بيفطروا بس أكل نباتي، يبتدي أكل اللحوم، والطاولات بتتملي بقى بكل ما تشتهي بقى الأنفس من لحوم وغيره، بيبقى يوم جميل جدا بالنسبة لكل المحتفلين. يمكن الكنيسة كمان النهارده اللي احنا فيها من شبرا كنيسة فريدة من نوعها، هي الكنيسة الأولى والأقدم الحقيقة في شبرا من 1924، وتم أول صلاة فيها عام 1925، برغم أن الكنيسة ساعتها ما كانتش اكتمل بنائها، ولكن كان أول صلاة 1925. الحقيقة اتكلمنا كمان مع المحتفلين النهاردة والمصلين في الكنيسة، وقد إيه هم بيرسلوا رسائل دايما سلام ومحبة، مش بس بينهم وبين بعض، لكن كمان للشعب المصري كله، كمان للعالم أجمع، أن احنا هنا من مصر ومن الكنائس بنصلي لربنا، وكمان بنبعت رسائل سلام ومحبة للعالم أجمع. كمان الحقيقة المختلف ودايما هنا وسط الناس هي مش بس التجمعات، لكن انه الحقيقة الكنيسة على مساحة اكتر من 1000 متر تقريبا بتشيل ما يقرب من 800 شخص من كتر المصلين والمحتفلين والاهالي. يمكن اكيد انت شايفة يا هدير قد ايه الزحام ورايا، قد ايه العائلات موجودة مصممة ان هي تيجي، برغم انه الكنيسة كلها اتملت، وبرغم انه مفيش مكان جوه، كل الناس حواليا اهي موجودة بره، العائلات كبار
كبار السن، الشباب الصغيرين خالص، السيدات، الرجال، الأصدقاء، كله موجود بيحتفل النهاردة. قضوا خلاص الطقوس كلها وانتهت الصلاة، سواء الصلوات والألحان المختلفة، وخلاص بيستعدوا إن هم يتوجهوا لبيوتهم عشان يتجمعوا التجمعات العائلية ويستعدوا اليوم بكرة، يوم جديد، يوم ميلاد ويوم عيد، عشان يحتفلوا زي ما قلنا إما بأكل اللحوم بعد صيام طويل جدا، أو حتى إن هم يبتدوا يخرجوا. طبعا بكرة أجازة رسمية وفرصة كبيرة جدا للاحتفال بشكل عام للأصدقاء والعائلات. والآن عودة ليكي مرة ثانية يا هديل. شكرا ليك يا كريم، ويا رب دايما كل البيوت المصرية عمرانة أفراح وأعياد وحب وسلام. وده المهم الحقيقة، إنه إحنا دايما مسلم ومسيحي، أعيادنا واحدة وأفراحنا واحدة، ودايما نفضل على قلب رجل واحد. هروح من كريم بيبرز، ينضم لنا دلوقتي من الجيزة أحمد الحسيني، وبالتحديد موجود في مترانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس. مساء الخير عليك يا أحمد، ويعني كل سنة وانت طيب، إن شاء الله سنة جديدة كلها محبة وخير وسلام. وانت طيبة هدير، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وشعب مصر الطيب بخير دايما، أقباط ومسلمين كل سنة وإحنا دايما بخير وسعادة. زي ما احنا شايفين وسط الكاميرا وعدسات الكاميرا هنا في مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس أو كنيسة ماري جرجس هنا في الجيزة في شارع مراد، احتفالات وبهجة كبيرة جدا من الزائرين والمواطنين اللي بيحضروا وحريصين على حضور قداس عيد الميلاد. العيد الميلاد اللي بيعتبر هو من أهم الأعياد المسيحية، ثاني الأعياد المسيحية أهمية بعد عيد القيامة. أنا موجود هنا في ساحة الكنيسة من خلفي شجرة الكريسماس والمزود، واللي بيعبروا وهو من مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، سواء المزود أو كريسماس أو شجرة عيد الميلاد. وهنا المواطنين زي ما احنا شايفين بيحاولوا ان هم يلتقطوا صور تذكارية مع المزود وشجرة الكريسماس للاحتفال بأعياد الميلاد. في إجراءات كبيرة هنا واستعدادات كبيرة جدا، سواء من المطرانية أو من قوات الأمن اللي قامت أيضا بتأمين كبير جدا للمطرانية من الخارج، بالإضافة طبعا لأيضا من شباب من الهلال الأحمر المصري اللي موجودين أيضا لتأمين ومساعدة الزائرين والمواطنين هنا في المطرانية على أداء الصلوات وحضور قداس عيد الميلاد اللي انطلق في تمام الساعة 8 مساء النهاردة بدق أكراس الكنيسة أو المطرانية هنا في محافظة الجيزة، وبعدها بدأ دخول القداس والصلوات والترانيم وما يليه من احتفالات ومظاهر احتفالية هنا في مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس احتفالا بعيد الميلاد المجيد. وطبعا احنا عارفين ان الكنيسة الشرقية في مصر بتحتفل بعيد الميلاد المجيد في السادس من يناير او ليلة 7 يناير، وهو نهاية صوم 43 يوم للأخوة المسيحيين الأقباط، وبينتهي هذا الصوم أيضا بالعشاء وبالصلاة وعيد الميلاد هنا في الكنائس، اللي كان في كتير من المواطنين والأخوة المسيحيين حريصين إن هم يحضروا أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة اللي موجودة هنا داخل الكنيسة، زي ما بنرصدها ليكم لحظة بلحظة وعلى الهواء مباشرة من محافظة الجيزة. كل سنة طيبين مرة تانية، وإليك يا هدير في الاستوديو. ربنا يكتر من أعيادنا ويكتر من ذكرياتنا الحلوة، ودايما المصريين موجودين في شوارع بلدنا ملياهم السعادة والبهجة والفرحة. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي أحمد الحسيني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعد ونكمل كلامنا. أشوفكم دايما على ألف خير. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الحقيقة أنه اللي بياخد طريق الاجتهاد
والمثابرة، وبيعمل مجهود مختلف عن كل اللي حواليه، دايما طريقه بيكون مختلف. أنا النهاردة بينورني في الاستوديو يعني واحد من الدكاترة العظام الحقيقة، رغم صغر سنه لكن طريقه مليان زي ما كنت بقول لكم اجتهاد وشغل بطريقة مختلفة. النهاردة بينورني دكتور حاتم عامر، مدرس أمراض الفن والفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، واللي اختارته منظمة الصحة العالمية ضمن 10 أطباء أسنان على مستوى العالم كممثل عن أفريقيا ومصر علشان يعملوا تعديل في تصنيف أمراض الفم باستخدام الذكاء الاصطناعي. مساء الخير يا دكتور حاتم، منور. أهلا وسهلا، ازيك؟ عايزين على الاستضافة. أهلا بحضرتك، منور. عايزين نفهم الناس إيه اللي ممكن يحصل جديد في أمراض الفم، وعلشان إحنا هنا عشان نعمل توعية عن ده. وأتكلم معاك بقى عن اختيارك لتمثل مصر وأفريقيا، طبعا مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. هو الفكرة كلها أن كان في مشاكل في أمراض الفم في التشخيص، فعلشان يوحدوا التشخيص على مستوى العالم، صعوبة في التشخيص، صعوبة يعني في التشخيص واختلاف ما بين الدكاترة وبعضها، فكان الهدف أنه يتحط قوانين منظمة للأطباء علشان يعملوا التشخيص المناسب. فهو الفكرة من المشروع إن هم يوحدوا ويعملوا قاعدة بيانات، وبناء عليه نقرر إيه الحاجات اللي بنشخص بيها، ويبقى ده زي بروتوكول يمشي عليه كل الدكاترة على مستوى العيلة. طيب احنا اعتقد معظمنا عارف امراض الفم، بنشوف على علب السجاير مكتوب انه ده ممكن تدخين يسبب السرطان، وبنشوف صور برضو بتكون مفزعة علينا. ايه الدلالات اللي ممكن تخلي الناس تحس انه لا قدر الله انا عندي حاجه المفروض اروح اكشف؟ طيب هو للاسف احنا الوعي عندنا في المجتمع بسرطان الفم ضعيف شويه. العلب الصور الموجوده على علب السجاير دي حقيقيه وبتيجي، بس طبعا دي بتبقى حالات متاخره جدا. احنا نفسنا ان الناس تعرف العلامات في مراحل قبل كده، لان هي مشكله سرطان الفم انه دايما بيتم اكتشافه متاخر جدا. دايما احنا بنقول الحاجات اللي الناس تاخد بالها منها، اي قرحه ما بتخفش لمده اسبوعين، اي نقطه بيضاء او حمراء ظاهره في الفم ما بتخفش بقالها اسبوعين اكتر من اسبوعين، اي تورم موجود لفتره اطول من اسبوعين لازم يروح يشوف اخصائي علشان يتاكد ان دي سليمه، ولو احتاجت تتاخد منها عينه يتاخد منها عينه. طيب انت بتقولي بتستخدموا الذكاء الاصطناعي علشان تتفقوا على التشخيص، دي حقيقة. ازاي بقى؟ هو ده على مستوى النسيج، انه الكمبيوتر يعني احنا بنشوف التغيرات اللي موجوده في الخليه وبنوحدها، والكمبيوتر هو اللي بيحدد التغيرات دي هتبقى تدي اني تشخيص، يعني ده بيبقى سوفت وير للخلايا. يعني انتوا بمساعده مبرمجين بتعملوا البرامج؟ مبرمجين طبعا، هم اللي بيعملوا السوفت وير او البرنامج، واحنا اللي بنعلم البرنامج المفروض ازاي يقرا البيانات دي علشان يوصل للتشخيص الفلاني. شغالين على الموضوع ده بقالكم قد ايه؟ والله هو لسه بنبدا. يعني احنا لسه في اول فتره، فالمفروض البروجكت ده هيتم لمده سنه ونص او سنتين على ما يطلع النتائج اللي نقدر نستخدمها او تقدر تنشر علشان تطبق يعني على العالم. طيب انا لازم اسالك سؤال، اي ام بتتفرج علينا ممكن يكون ابنها دكتور لكن مش واصل للمرحله دي ما شاء الله، يعني ازاي تم اختيارك علشان تمثل مصر وافريقيا مع منظمه الصحه العالميه لعمل هذا المشروع الضخم؟ ده سؤال صعب. اعتقد هي حسب يعني هم بيتم اختيار الناس اللي شغاله في المجال وبناء على النشر الدولي. يعني الحمد لله في نشر في مجلات دولية عالمية، فده بيخلي الناس تبقى في على مستوى العالم كله بتعرف مين اللي بيشتغل في المجال ده، فأعتقد أنه هو ده السبب كان من الاختيار يعني. طيب أنا أسألك أسئلة أمهات شوية. اسأليني. من الأول بقى، البداية كانت عاملة إزاي في الجامعة؟ مذاكرة، كانت مذاكرة طبعا. والواحد بس لما يكون عنده شغف في حاجة وبيحبها أيا كان، حتى لو كانت مختلفة وعنده مثابرة، لازم هيوصل إن شاء الله يعني. طيب عملت إيه مع طلبة؟ أنت دلوقتي بتدرس في الجامعة. دي حقيقة. ومن أكتر الحاجات الصعبة في الجامعة أحيانا كتير بتكون نعمة وأحيانا كتير بتكون تحديات هم الدكاترة، وخصوصا في الكليات العملية. دي حقيقة. بتعامل إزاي مع الطلبة؟ والله أنا بحاول أفتكر وأنا مكانهم.
عارف اللي يعني هو لما توصل ما تصعبهاش على غيرك. بحاول افتكر وانا مكانهم على قد ما اقدر، وبحاول ابسط لهم الدنيا، ودايما بتخيل وانا قاعد نفس مكانهم كنت ببقى تعبان ازاي، وعلى قد ما اقدر بحاول اقدم المساعده وبشجع لو قدرت اشجعهم بشجعهم بس. طيب وبحاول اربط اللي بياخدوه بالحياه العمليه، انه ما يبقاش بس ما ندرسش كتب ونلاقي الموضوع ما يبقاش مذاكره وما يلاقوش الكلام ده في الحقيقه فما يبقوش مركزين. طيب احنا بنتكلم على سرطان الفم، مهم قوي ان احنا نعرف الناس على الاسباب اصلا اللي بتؤدي لسرطان الفم. اشهر واهم سبب لسرطان الفم هو التدخين، سبب رقم واحد واثنين وثلاثة، والتدخين في مصر متنوع، يعني في سجاير وفي شيشة وفي حاجات كتير. تاني سبب هو كحول، شرب كحوليات. في أسباب تانية طبعا، وفي مرضى بيجيلهم سرطان الفم بدون ما يكونوا بيدخنوا أو بيشربوا، بس بيبقى في عوامل أخرى جينية. بس أشهر سببين الناس لازم تبقى مدركاهم هو التدخين وشرب الكحولات، وفي عدوى فيروسيه ممكن تجيب برضو سرطان الفم. زي ايه يعني؟ يعني ايه اتصاله ما بين امراض اخرى تسبب سرطان الفم؟ هو عاده سرطان الفم من ضمن اسبابه مؤخرا يعني عدوى بفيروس اسمه هيومن بابيلوما فيروس، ده بيتنقل عن طريق الاتصال الجسدي في الفم، سواء ايا كان طريقه الاتصال، وده ممكن يسبب، اكتشفنا ان هو ممكن يسبب سرطانات، وبيتاخد له تطعيم دلوقتي في موجود في فاكسيرا قبل البلوغ، ومتوفر للولاد والبنات قبل سن 12 سنه. بيتاخد التطعيم كده كده احتياطي يعني؟ اللي عايز هو لسه مش اجباري زي بقيه التطعيمات، بس هو متوفر. عشان ايه؟ النسبه مؤخرا زادت يعني؟ عشان النسبه مؤخرا زادت، واكتشفنا ان ده من اسباب سرطان الفم وعنق الرحم الاثنين، فبيتاخد التطعيم عشان يحمي من الفيروسات دي. طيب لو انت دلوقتي بتتكلم مع الطلبه بتقول لهم اهم حاجه ايه وهم بيتخرجوا عشان ما يبقاش عندنا 1000 دكتور لكن بيبقى عندنا مميزين؟ اهم حاجه يتعامل مع المريض زي ما بيتعامل مع والده او والدته، او زي ما هو حابب ان هو يتعامل. لما يجي لك المريض اكشف على اسنانه واكشف زي ما انت عايز، بس بص في بقه كله، لانه مشكله سرطان الفم انه في الاول ما بيوجعش، ما فيش ألم خالص، المريض ما بيشتكيش من حاجة. فالأول واحد ممكن ياخد يكتشف إنه المريض عنده حاجة هو الدكتور. يعني ممكن العيان يكون رايح يعمل حاجة في سنانه عادي جدا ونكتشف مش واخد باله من أي حاجة، وإحنا طبعا عندنا في مصر إذا أنا مش حاسس بألم مش ممكن ما أروحش أصلا أزور دكتور. فالسرطان بيوجع في مراحل متأخرة جدا، فاللي بنصحهم دايما إنه فتش في البق، فتش وانت بتكشف، اكشف على كل حاجة علشان انت ممكن تبقى اول واحد ياخد باله وتنقذ حياة العيان ده. طيب انت شايف يا دكتور حاتم منظمة الصحة العالمية بتدخل موضوع الذكاء الاصطناعي ودلوقتي بقى داخل في كل حاجة طبعا. طيب لما نوحد التشخيص ما بين الدكاترة هل ده هيقضي على تميز الدكتور؟ يعني احنا هنا الميزة كلها رايحة للروبوت او للذكاء الاصطناعي؟ بص هو احنا كده رايحين في السكة دي في كل تخصصات الطب، يعني هو احنا يا هنمشي مع الموجه يا اما هنبقى احنا في متاخرين سنين ضوئيه. بس انا مش شايف انها لو اتعملت صح انها هي كده مش هتلغي دور الطبيب، لانه مهما كان الذكاء الصناعي بيوفر توجيه، بس دور الطبيب هو في الاول وفي الاخر هو الدور القاطع. يعني حتى في الروبوتس اللي بتعمل عمليات لازم يبقى الطبيب موجود، لازم يبقى في سوبرفيجن. نفس الكلام في التشخيص، هي هتساعد وهتقلل الأخطاء البشرية، ولكن هي مش هتنفي دور الطبيب. يعني أنت شايف أن ليها دور إيجابي ومش هتلغي دور الطبيب؟ طبعاً طبعاً، وإحنا كده ده هيحصل. يعني ده كده بيحصل على مستوى العالم. وشايف أنه أنت إزاي بقى بتحضر نفسك لمثل هكذا اختيار؟ أعتقد الموضوع مش سهل. لا مش سهل، مش سهل خالص، ومحتاج شغل كتير، و يعني هو تشريف طبعا برضو. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محتاجه تركيز الفتره الجايه، وربنا يقدرنا ان احنا نبقى قد الاختيار ده. بتتواصل مع جامعات بره، مع دكاتره بره؟ هو انا من ضمن 10 اطباء من كل انحاء العالم. ف الجزء من المشروع انه احنا يتعرض علينا حالات هم بيعملوها،
ونعرض عليهم حالات احنا عاملينها علشان نحاول نوحد الشغل. فطبعا في تواصل ما بيننا رايح جاي. في من سوريا موجود دكتور، في الهند، في امريكا، في اوروبا، في يعني من كل القارات ليها ريبريزنتيفز، ليها ممثلين. طيب احنا دايما بنتباهى الحقيقه بالطبيب المصري وقدرته دايما على التشخيص المبكر، ويعني بنحسه طول الوقت حتى مش جوه مصر بس كمان بره مصر دايما بيشيدوا باداء الطبيب المصري. انت وانت موجود في هذا الجمع من الاطباء، ازاي شايل المسؤوليه دي وحاسس انه انا مصري انا لازم يعني يكون عندي اداء هنا مشرف للبلد، هنا انا يعني موضوع تاني خالص غير لو انا بشتغل باسمي؟ طبعا انا فخور جدا 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 ان انا مصري وقادر امثل مصر وتبقى مصر هي اللي بتمثل كمان قاره افريقيا، وفخور جدا اني بمثل جامعه القاهره، يعني هي ليها الفضل عليا برضو. فهو احساس حلو بس مخيف، واعتقد بيدي دافع للواحد ان هو عايز يشتغل اكتر وعايز انه يظهر بلده في احسن حال وفي احسن وضع ممكن نظهره. ان شاء الله احنا بنتمنى لك التوفيق، واعتقد ان طريق الاجتهاد ده مكمل دايما طول الوقت. ان شاء الله يعني نشوف كتير زيك يا دكتور حاتم. شكرا جزيلا. نورتنا وشرفتنا النهارده في التاسعه. شكرا. كان معانا دكتور حاتم عامر، مدرس امراض الفم والوجه والفكين بكليه الطب الاسنان جامعه القاهره. شكرا جزيلا على وجودك معانا. روح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعده نكمل كلامنا، خليكم دايما مستنيين. شايف ان فكره ان اتنين اصلا يتكلموا على ابلكيشن، خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، حاجه مضمونه اصلا. هو مش مضمون انك تقابلي حد وتتكلمي معاه، يعني محتاجه عشان تتاكدي ان الشخص اللي قدامك ده كويس تقابليه مره واثنين وثلاثه وعشرة، وتعشري في موقف واثنين وثلاثه وعشرة عشان تضمني ان هو شخص كويس، سواء الولد يضمن البنت دي كويسه او البنت تضمن الولد ده شخص كويس. يعني انا بعتبر ان الموضوع ده فيك شويه، لو انت بتتظاهر بشخصيتك وبشكلك بطريقه مش حقيقيه، بتحط افخم حاجه ليك واشك حاجه ليك وكلام كتير عنك، يعني لا، يعني الموضوع مش بيبقى حقيقي قوي، وبقينا بنحكم على البيرسوناليتي اللي قدامنا من خلال الصوره بتاعتها والبايو. ف
مش فير خالص. لا بصراحه ما جربتهاش، بس عامه رايي فيها ان ممكن ما تكونش امنه، يعني في مثلا ممكن تلاقي مره من مليون تنجح. بصي انا اول حاجه انا ما جربتهاش قبل كده، بس انا عندي فكره عنها، وانا شايفه الموضوع دوت مش امن لحد كبير جدا، خصوصا ان ممكن اي حد شخص راجل او بنت عامه يعني يحط معلومات مزيفه او مش حقيقيه تبقى فيك يعني. ولو كانت بنت هيبقى الموضوع خطر جدا عليها، خصوصا لو هي مثلا بتوعد شخص وراحت مثلا عشان تقابله، هو طبعا مثلا يكون شخص مثلا مش كويس او مش تمام يعني، راح عامل فيها حاجه قتلها، عامل فيها كارثه. طبعا خصوصا حالات القتل كترت كتير الفتره اللي فاتت، واحنا بقينا خايفين على نفسنا. التطبيقات دي انا عن نفسي انا ما بحبهاش، بيبقى المعامله كزمايلي مش كان انا اخش اكلم بنت واوعدها بحاجه، لان لو الوعد هيبقى كده فالبلد كلها هتبوظ. بصي انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده، بس هي بيبقى ليها ادفانتجز وديس ادفانتجز كده كده. ادفانتجز ممكن تخليني اشوف حد هو مثلا بعيد عني او في سوشيال يعني في ديستنس ما بيننا او بتاع، بس في نفس الوقت ممكن يبقى ليها ديس ادفانتجز ان انا برضو مش عارف البيرسوناليتي قوي بتاعه الشخص ده او كده، بقى محتاج اشوفه اقعد معاه بس. فهي بيبقى ليها مزايا وبرضو في نفس الوقت ليها عيوب. ممكن يكون الملجا الاخير مثلا لو موضوع العلاقات الموجوده مثلا مع الكليه او مع الشغل اصحاب الشركه او كده، يعني لو هو مش موفقه قوي في الحته دي ممكن تجرب الحاجه زي دي، بس ما تكونش حاجه زي معتمد عليها كليا، لان هي حاجه مش امان، ما فيهاش اي ضمانات ولا اي يعني، مش حاجه مش مجربه يعني كده كتير يعني. لان انا شايف ان هو بصراحه لو انت عايز تتعرف على حد وانسب حاجه اللي هو ان انت تعرف عليه فيس تو فيس، انت تشوفه، لان هو ممكن يكون بيفيك مثلا لو على ابلكيشن او اي ويب سايت ممكن يكون هو بيفيك، فتبقى مشاعره مزيفه، هيبقى ممكن يكون بيضحك عليك، ممكن يستغلك حاجات تانية، فهماني؟ هو انا ما جربتهاش، بس لا يعني مش شايفاها حاجه امان بصراحه، حاسه اللي هو ممكن يبقى حد يعني اي حاجات غلط عنه، ممكن يطلع اصلا فيك اكاونت، ف يعني لا فيها طبعا ريسك ومش امان، مش حاجه حلوه. هو ممكن اجربها عادي، لان هي بتخليني ممكن اتعرف على ناس جديده او اعرف ناس جديده، زي ما حد تاني ممكن يكون برضو بيدور على شخص تاني بمواصفات معينه، فان انا ممكن اتعرف عليه وهو يتعرف عليا ونفهم بعض اكتر، يعني دي بتخلينا نقرب من بعض اكتر. اهلا بحضراتكم من جديد. تطبيقات التعارف واللي اتعملت علشان الناس تتعرف على بعض علشان ممكن بعد كده يتجوزوا، ايه اللي بيحصل على هذه التطبيقات اللي الحقيقه تقريبا دلوقتي عندنا 2500 تطبيق حوالين العالم فيما يعرف بالديتنج ابس، واللي يمكن كمان اتعمل عليها افلام وشفناها على احدى المنصات، وعلى مدى خطوره استخدام هذه التطبيقات، وزي ممكن الموضوع يتحول من انك داخل تتعرف على حد ل تشويه سمعة، لعمليات نصب كبيرة جدا بتحدث على الفتيات، وده الحقيقة بيحصل برا مصر وكمان جوه مصر. استخدام هذه التطبيقات ومحاذير استخدام هذه التطبيقات هنتكلم مع حضراتكم، والبعد النفسي كمان، ليه الواحد يروح يختار انه يتكلم مع حد ما يعرفوش، بيقدم له صورة افتراضية عن نفسه يجوز بنسبة كبيرة تكون غير حقيقية، ليه الناس ممكن تختار هذا الأمر؟ هل الناس ما بقاش عندها وقت للدرجة دي تقابل ناس يعني في الواقع الحقيقي مش في الواقع الافتراضي علشان يتم التعارف بعد كده ويحصل ارتباط؟ هنتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل دلوقتي مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتور رشا الجندي، استاذ علم النفس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. طيب كمان هيكون معانا عبر زوم مداخلة مع الكاتبة الصحفية سارة سيف الدين، ودي كتبت كتاب عن تندر اسمه كتاب تندر في بيت الجدة ثريا، والحقيقة انه ده تحقيق يعني استقصائي داخل هذا التطبيق، وهتحكي لنا كتير عن اللي شافته من خلال يعني معايشتها مع هذا التطبيق. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل في هذه الفقرة عن تطبيقات التعارف وما يحدث داخل تطبيقات التعارف. هبدأ مع حضرتك يا دكتور، ويمكن ده السؤال اللي بالنسبة لي أهم. ليه الإنسان يلجأ لأنه هو يروح يكلم حد ما يعرفوش؟ وده بقينا بنشوفه كتير، ممكن ناس بيوتها تتخرب بسبب حاجة. طيب. زي دي هقول لحضرتك الرد على ده، بس هوضح حاجة بس مهمة قوي، ان تطبيقات التعارف دي اتعملت المفروض عشان الناس تتعرف على بعض. الناس بقى بتتعرف على بعض دي ليها اهداف، اما هدف اخلاقي او هدف مش اخلاقي. لما بنيجي نشوف الرؤية النفسية كده ونيجي نحلل، بنشوف ان اللي عندهم الاهداف الغير اخلاقية اكتر بكتير من اللي عندهم الاهداف الاخلاقية، وبالتالي سمعة التطبيقات دي بقت مش حلوة.
يعني دي بس عشان الناس تكون عارفة حتى لو هي معمولة الهدف حلو فعدد المستخدمين اللي بيستخدموها الأهداف مش حلوة كتير فسمعتها مش حلوة، وطبعا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. بس ده في النهاية دكتور ده اضطراب سلوكي، يعني أنا لما استخدم تطبيق المفروض أنا بستخدمه للتعارف زي ما حضرتك بتقولي ده كان الهدف منه، لكن ابتدى يتم استخدامه بشكل سيء، ابتدى يتم استخدامه في عمليات نصب واحتيال، وشفنا ده طبعا في تطبيقات كتير. بصي هي النسبة الأغلب من الستات أو البنات بيستخدموه للنقص العاطفي، النسبة الأغلب إن هي فعلا عايزة تتعرف على حد وفعلا بيتهيألها إن هي تتجوز الحد ده، وفي حالات حصلت كده بس دي يعني لو شفتي نسبتها بجانب الحالات التانية لا تذكر، يعني اللي هو إيه واحد كده في المليون، دي حاجة واحد في المليون لو لقيته بقى كان كويس، لقيت يعني بقى إن الموضوع مشي وإن الاتنين داخلين بنية صادقة وتقابلوا مع بعض، يعني ممكن حد بيدخل بنية صادقة بس كتير قوي قدامه ما عندهمش نيه غير صادقه. الرجاله بقى الاحتياج العاطفي ده يا دكتور ممكن يسوقها لمصير صعب جدا، بنشوفه حتى بدري طبعًا. يعني انه يتعمل طبعًا. فيلم عن تطبيق زي ده موجود تقريبا بقاله 10 سنين حاجه كده، بنقول بالشكل ده بونص وعمليات نصب كبيره جدا طبعًا. جدا لانها نقطه من نقاط الضعف اللي سهل اللي قدامي يستخدمها، كل ما اللي قدامك كانت نيته مش كويسه بيدور لك على نقطه ضعف يدخل لك منها، انت مثلا عايزه فلوس ولا انت عايزه حب ولا انت عايزه ايه، لو هو نيته مش حلوه هيقدر بسهوله جدا يستغل نقطه الضعف دي ويوصل بقى لاهدافه. الرجاله بقى العكس، الاغلبيه من الرجاله في التطبيقات دي بتبقى داخله بنيه مش اخلاقيه، اما ترفيه يلا بنتسلى دينا بنشوف والصغيرين والكبار يعني، او الهدف اقامه علاقه جنسيه مش زي الستات او البنات ما بتدخل. وكمان مش بس كده، يعني في رجاله برضو بيصيبهم الضرر، ليه؟ لان بيتعرضوا للاستغلال المادي من البنات بقى العكس بقى اللي داخلين بنيه مش اخلاقيه، يعني وارد جدا ان الراجل يبقى داخل بنيه كويسه بس يقع في طريقه كتير جدا ان بقى يستغلوه ماديا والحاجات دي. نسبه الفراغ كبيره برضو اللي بيستخدموا الحاجات دي، نسبه الهوس بالخارج، يعني التطبيقات دي بره ممكن تنفع فيها حالات اكتر افتراضي لانه هي مش عاجبها الواقع اللي بتعيشه، فهي حاطه في دماغها ان انا داخله اعمل علاقه افتراضيه، ايه يعني سقف اللي هيحصل لما اجرب هذه العلاقه الافتراضيه؟ ما هو بقى لما اجرب من غير ما انا عندي الوعي بالمخاطر بيسبب كارثه بعدين. خليني اسمحي لي اقول لحضرتك دراستين بشكل سريع انا جبتهم، يعني شوفي الدراستين دول اتعملوا بره، دراسه في الهند ودراسه في اسبانيا. يعني في الهند اتعملت سنه 2020 يعني نقول من سنتين على التندر، على تطبيق كنا كورونا بقى فالناس قاعده في البيت فكانت بقى الفرصه متاحه قوي، كانوا عايزين يعرفوا مين اكتر اللي بيستخدموه الرجاله ولا الستات وايه الدوافع، النقطه اللي حضرتك بتسالي عنها بيدوروا على ايه في هذه التطبيقات سواء الشباب سواء الفتيات. اكتشفوا بقى ان الاغلبيه رجاله، الدراسه دي بالتحديد اكتشفت ان الاغلبيه رجاله، وان الهدف الهدف الترفيهي اللي هو داخل يلا نسلي نفسنا يعني، وان الاكتر حاجه بتلفت الانتباه جوه المظهر، يعني حد غني وحاطط صور وهو راكب مش عارف عربيه ايه وبيلبس ايه وبيعمل ايه، دي الحاجه اللي بتخلي البنات ساعتها تقبل له لايك عشان يحصل يتفتح لهم لو حضرتك شفتي الفيلم اللي كان موجود على احد المنصات الخاص باحد التطبيقات هو كان دي عدة النصب بتاعته، الطيارة الخاصة وغيره بالظبط، وده ما كانتش ليه أي علاقة بالواقع يعني. وفلسنجي بناله بيت طمعانجي، يعني ممكن هي أساسا نيتها داخلة يعني بهدف مش هدف أخلاقي زي ما قلنا، وهو أساسا مبهر ليها بالحتة دي، وفي الآخر لا ده عنده ولا ده عنده. طب الدراسة التانية بقى اتعملت تخيلي على 1261 طالب وطالبة بنت وولد في الجامعة سن من 18 ل 26 فين بقى في اسبانيا. تخيلي حضرتك انا بكلمك عن بره اللي المفروض اساسا العلاقه يعني طريقه تربيتهم وطريقه مبادئهم منفتحه ومختلفه عننا منفتحه خالص. جدا فتخيلي انه بيلاقوا مخاطر يا بالك بقى في عندنا او في البلدان العربيه. فقال لك اكتر ثلاث دوافع تضيع وقت الجنس الفضول، ما فهمش اي دافع ايه اللي الناس بيتهيأ لها انها ممكن تدخل عشانه. فاذا انا قصاد نقص عاطفي فراغ احتياجات جنسيه
مش محطوطه في اطار اخلاقي حاجه سهله مش جواز وبلاش. يعني هو مش داخل يدور على الجواز في الابلكيشن، حاجه سهله وببلاش يعني. ما هو لما بيتعرف بالسهوله دي ولما يعني الموضوع بيمشي بالسهوله دي وبيقدر ياخد ميعاد ويقابلها ما هو حاجه سهله وبام، هو مش بيعمل كده. هقول لك البنات الصغيرين ممكن يكون عامل اكتر من اكونت، بيقول لك ده شبه الخطبه بتاعت زمان، بس الفرق بقى ان الخطبه كانت في اطار عائلي بالظبط. ده بقى نقول الفرق يعني امن. أيوة. تماما يعني، يعني ده اشبه بزواج الصالونات، هم بيقولوا كده. بس شوف الفرق، الخطبه بتاع زمان او زواج الصالونات انت بتبقى عارف مين الشخص، مين عيلته، وعارف ان ده شخص حقيقي، عارف ادق المعلومات عنه وبتسال عنه. يعني انا فاكره لما بيقعدوا مثلا لحد دلوقتي لما حد بيتقدم لحد، احنا نكمل الكلام مع حضرتك يا دكتور، لكن ننتقل ل يعني يا استاذه ساره، عايزه اعرف منك تجربتك والتحقيق الاستقصائي اللي عملتيه فيما يخص تطبيقات التعارف، وجدتي ايه اللي انت شفتيه من خلال هذا التحقيق؟ اهلا بيك يا استاذه هدير، واهلا بالدكتوره، ومبسوطه ان الموضوع ده بدا يتفتح بشكل اوسع شويه من فترات قبل كده. الحقيقه ان الموضوع بالنسبه لي ما كانش هو تحقيق استقصائي قد ما هي كانت بدايه تحقيق. انا طلب مني عندي في شغلي ان انا اعمل مقارنات ما بين الديتنج اب وما بين البرامج الخطبه زي ما حضراتكم بتقولوا كده، بقى اللي هي البرامج اللي قايمه على الجواز الدايركت. فتقال طب ما تيجوا نشوف مقارنه ما بين البرامج اللي تخشي من نفسك تعومي في العالم دوت وتقابلي اللي تقابليه وتكلمي اللي تكلميه، وبين العالم الثاني اللي بتسيبي فيه بياناتك وتفاصيلك وتخرجي وانت وحظك بقى مين هيبعت لك ومين هيقول لك انه عايز يشوفك. وكل حد عايز يعلن عن الحاجه اللي نفسه فيها هيعمل ده بوضوح جدا. فما مجرد ما بتفتح الكلام مع الطرف الاخر انت حاطط بيانات عن نفسك بسيطه. فالطرف الثاني بيقول لك والله انا داخل هنا، وعلى فكره بيكونوا مستويات اجتماعيه الاغلب عاليه، وده فعلا برضو جزء من الدكتوره كانت بتقوله في الابحاث اللي اتعملت كده، او بيدعوا ده. فبيبقى الحكايه كلها ان انا داخل عشان 1 2 3، ايه الاخبار، انت موافقه كده يعني؟ لا هو تطبيق للتعارف الجاد، ولا هو تطبيق يعني يمت لمساله الزواج بصله من خلال معايشتك داخل هذا التطبيق بالضبط. وفي بيتقال انا متجوز وداخل السله، هو بيتقال كده فعلا. وفي عمليات النصب كمان يا ساره، يعني كتير جدا من عمليات النصب تمت سواء بالنسبه لرجال او فتيات من خلال هذه التطبيقات. عمليات النصب هنا كانت بتحصل للاسف من يعني البنت هي بتنصب على الولد وعن طريق كروت الشحن بمنتهى الوضوح يعني. الراجل هنا ما عندوش مشكله ان هو يتكلم ويهزر ويضحك، بس للاسف في بنات بتقول لك طب والله لو عايز تكلمني بالطريقه دي طيب ابعت لي كارت شحن ب 100، ابعت لي كارت شحن باي رقم هي عايزاه. وكل لما هتطلب اكتر هي كمان هتضطر تعلي التارجت بتاعها اكتر. فالنصب هنا بيحصل اكتر من ناحيه البنات، لكن الولد هو مش فارق معاه حاجه، هو جاي يضحك ويهزر، وان اللي هو الوان ديت او الوان مان شو اللي هو او الوان نايت شو، ان انا جاي ليله ابسط ارغي اتكلم واخرج، مش عايز اكتر من كده اطلاقا. طيب استاذه ساره، ازاي البنات بتوافق انها تدي معلومات عنها بالشكل ده وهي شايفه انه هيتم استغلالها ضدها، وممكن لا قدر الله بقى بيحصل بلاوي يعني من هذه التطبيقات؟ لا الحقيقه هم كحاجه تكنولوجي هم اشطر من كده، هم بيحاولوا يغروكي بالمساحه الامنه دي وبيغروكي بيها، بمعنى انت ممكن ما بتقوليش اي حاجه عن نفسك الا اللي انت عايزه تقوليها، يعني عايزه تقولي سنك، تشتغلي فين، لو انت عايزه تقولي كده. وبعدين البوكس اللي بتفتح للشات بمجرد ما بتقولي ان انت مش اون ماتش، مش عايزه تتكلمي معاه تاني، البوكس بيختفي بكل الكلام اللي فيه بقى. الا لو انت اتكلمتي بطريقه خارجه مثلا، فهو عمل لك السكرين شوت فجه بعد كده بتصدق بالكلام ده. لكن في كل الاحوال محدش بيدلي معلومه عن نفسه الا اللي عايز يقولها. يعني انا عايز اقول مكان شغلي يبقى هقول مكان شغلي، عايز اقول انا بشتغل ايه اصلا فدي حاجه ترجع لي انا. فما اعتقدش ان في حد بيقول معلومات عنه. حد عرض عليك ياخد نمرتك نكمل الشات على اي يعني ابلكيشن تاني؟ طبعا لان ده مراحل، انت بتعملي الكلام ده مده يومين ثلاثه، هو بعد كده الطرف الثاني هيبقى زهقان، ما انا عايز اشوفك، عايز اتكلم معاكي بالتليفون، فاللي هو هاو بعدين. فاه طبعا تعالي نتكلم واتساب، تعالي نتكلم انستجرام واشوف صورك اكتر والكلام ده. هي بقى الفكره كلها ان اللي بره البحر عويم، يعني اللي هو كل واحد بره فاكر ان الموضوع انا كل حاجه تحت السيطره، انا ما حدش ياخد مني حاجه مش عايزه اقولها او مش عايزه اعملها
او انا عارفه اسيطر على نفسي، فالموضوع مش كده. هو موضوع نداها، انا داخله عشان حسب الروايه اللي انا عملت الموضوع روايه، يعني انا دخلت بعد كده قررت ان انا اخلي تجارب البنت جوه هنا كانها روايه. بنت عندها 35 سنه فعلا متعطشه لوجود طرف تحبه وتهتم بيه ويهتم بيها، فبتحتاج العاطفه يا صار. بالضبط، احتياج عاطفي بحت. زي ما دكتور رشا كانت بتتكلم مساله الاحتياج العاطفي. دكتور عايزه تسالي ساره عن حاجه؟ لا انا كنت بس عايزه اقول في النقطه بتاعت ان مفيش بنات بتدي معلوماتها وكده، هم بيدوها لو تعرضوا لنقطه الضعف من قله الخبره، هي مش بتديها عشان هي عايز تديها، لا هي بتتعلق بيه فعلا. يعني في بنات فعلا بتتعلق بيه وبتصدقه وبتبدا تديله معلومات وحاجات وكل حاجه عنها، يعني لو هو عايز يعمل اي حاجه هيعملها. ففي نوعيه من البنات موجوده بتعمل ده فعلا. انا كمان عايزه اسالك يا ساره عن الاعمار، هل عندك اي يعني احصائيه لاعمار الناس اللي بتستخدم التطبيقات دي سواء من الشباب او من البنات؟ لانه الحقيقه الواحد كمان يخاف على المراهقين والمراهقات والمراهقات انهم يدخلوا في هذه التطبيقات. لا هو اللي كان ملاحظ، انا جربت الابلكيشن ده وكان تندر فعلا، كان نفس الابلكيشن الدكتوره بتتكلم عنه، انا جربته حوالي شهرين، اغلب الاعمار كانت فوق ال 30، بالعكس ما كانش اقل من كده، يعني حتى الرجاله بقى كمان 36 38 واغلبهم زي ما قلت كده بيكونوا متجوزين اصلا. والبنات اللي انا لما كنت بسال بقى الرجاله، ان انا في اوقات كنت بضطر اقول للراجل اللي بكلمه ان انا بعمل استطلاع راي، ان انا بتكلم عايز اعرف معلومات اكتر، كان في ناس بيتجاوبوا بيحكوا لي حاجات. فاغلب البنات برضو بعد سن ال 35 اللي هي برقت دايرتها تقل من تواصل الطبيعي في الحياه، سواء شغل مش بيتيح ليها ده، سواء دايره عماله اجتماعيا بتقل حواليها، فمضطره بقى انها تدور في عوالم ثانيه. دي نقطه مهمه جدا يا ساره، تقريبا دي نقطة مهمة عايزة أروح بيها للدكتور. بص يا دكتور، مسألة إنه ده بيحصل، ده بيحصل في الغرب، وده كان أعتقد أصل فكرة الديتنج أبس، إنه الناس ما عندهاش وقت من كتر ما هي بتشتغل، ما عندهاش وقت تقابل الحب، ما عندهاش وقت يعني تاخد احتياجها العاطفي ده، فبيدوروا عليه في الأبلكيشنز دي. النهاردة وإحنا بنتكلم في مجتمعنا العربي اللي بالتأكيد المهزلة اللي بتحصل في الديتنج أبس دي ما تناسبناش. طيب اللي بتدخل على هذه التطبيقات، وانا يمكن قعدت كده امر في جروبات الستات واسالهم على موضوع الديتنج ابس، طبعا ما بين حالات كتير جدا شفت حاله زواج واحده وليها علاقه بابلكيشنز مسلمه اصلا، ليها علاقه بالزواج الاسلامي ومثل هكذا، يعني تطبيقات من تطبيقات التعارف، اللي داخله وعارفه ان الموضوع جوه مهزله. ازاي تتعلق بحد جوه؟ ازاي تصدق ده مهما كان في احتياج عاطفي؟ لا، الاحتياج العاطفي بيوصل لكده لو البني ادم ما عندوش وعي، ولو ما خدش قرار ان هو مش هيأذي نفسه. يعني في ناس كتيره لما بيكون عندك نقطه ضعف بتكون دي الطريقه اللي انت بتأذي بيها نفسك وانت مش عارفه. على فكره حضرتك كنت بتسالي عن نوعيه الناس، اغلب الستات اللي موجوده في نسبه كبيره منهم مطلقات على التندر بالتحديد. حتى الاستاذه ساره قالت لحضرتك ان في ان هو 30 فيما فوق، والسن الرجاله برضو كبير ومتجوزين، يعني الراجل متجوز وداخل يعمل ديتنج وتعارف وكده. فلا، الاحتياج العاطفي والفراغ والمسؤوليه الزياده اللي بتتحملها المراه ومش عارفه الطرق الصحيه اللي هي تروح تفك عن نفسها او كده، فبتضطر تروح للمتاح لان ده سهل وفي البيت، مش هيضطر منها ان هي تلبس ولا تنزل ولا تسيب العيال ولا الحاجات دي كلها، فهتقدر تعمل كل اللي هي عايزاه وهي قاعده في مكانها. طيب الاقناع ما بقاش سهل، ومستخدمي الديتنج ابس بيزيدوا يوم بعد يوم. انت النهارده تقولي ايه سواء للشباب او الفتيات اللي بيستخدموا؟ انا بس عايزه اقول ان هو خطر جدا على النفسيه، لانه ممكن يفقدك الثقه في نفسك، لان هو معتمد على المظاهر، ان انت تحط صور ليك، فانت ممكن داخل فاكر او انت فاكره انت حلوه قوي وان انت هتعجبي، والراجل داخل نفس الحكايه حتى لو معاه او عنده او كده، وبعدين يتفاجئ بالرفض مثلا، او يتفاجئ ان محدش عمل له لايك، او يتفاجئ ان اللي عمل له كده عملها له كمصلحه عشان يوصل لحاجه ما وصلش الحقيقه، فده بيفقد الثقه في نفسه، ممكن يعمل له انعزال، وكمان يعني أخاف عليهم من الصدمة. وخصوصا الناس اللي صادقة، يعني أنت لو داخل بنية زي ما قلنا كده، أن الواحد داخل بنية أنا مش داخل أستغل حد ومش داخل أعمل حاجة وحشة، أنا داخل أتجوز، ما هو مش ده المكان المناسب.
لده. فانت لو ما لقيتش بقى الحقيقه دي او اتعرفت على حد وعجبك وتعلقت بيه وبتاع وبعدين جيت شفته على الحقيقه او اتعاملت معاه لقيت شخصيته غير الواقع فانت ضيعت وقت كتير جدا قبلها شخص افتراضي او حد تاني خالص فانت ضيعت وقت كتير قبلها كان ممكن في الحياه الواقعيه لان احنا دايما نقول يا جماعه الجواز رزق ولا حيلة في الرزق يعني انت تقابل حد كويس وتتجوزه او يتجوزك ده بيجي من الاجتماعيات ان انت بتروحي شغل انت بتروح شغل انت بتسافر انت بتجيلك في اتفه الاسباب ممكن اتنين بالصدفه شافوا بعض اكتشفوا ان هم جيران مش محتاج ان انت تضيع المجهود ده كله وتحط نفسك في ريسك غير امني يعني انا بخاف دايما اقول ايه يا جماعه عواقبه النفسيه والاجتماعيه الامن مؤذيه جدا 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 البني ادم لازم يبقى عنده حس امني على نفسه انت تضمني من ان ده ما يطلع انه يطلع شخص مش سوي عنده عقده من الستات وفي تحذيرات عالميه من الناس اللي هو هيعمل تطبيقات صحيح مثلا طب انت هتعرفي منين ده هتعرفيه لو ان شخص بتشوفيه واجمل حاجه في الدنيا في علم النفس دايما نقول احلى حاجه لما بتحصل تكه الاعجاب ده طبعا مش بنتكلم عن الحب حته الاعجاب او القبول او التعارف انه يحصل بالصدفه مش كل واحد فيهم قاعد مستعد انه داخل التطبيق ده فراسم صوره مثاليه في كل الجوانب قدام اللي هيشوف صوره او هيشوف حياته لا انت لما بتعرفه على طبيعته الاول من غير ما هو ياخد باله بيبقى افضل بكتير جدا بعد كده ان هو يكمل معاك يعني وانا بشك ان ده معمول اكتر لبره لإقامة العلاقات الجنسية اللي ما تناسبش مجتمعنا هم عادي عندهم عادي بالنسبة لهم ان انت معجب بحد شكلا ويعني اسلوبنا في الحياة مختلف وده لا يناسبنا صحيح فانا اكتر حاجة اقولها لهم يعني يا جماعة لو حد فيكم شايف نفسه صادق ومضطر خلاص وكل كلامنا ده يعني مش فارق وعنده حب استطلاع رهيب جدا ادخل بس خد بالك من المخاطر اللي احنا قلناها اللي ممكن تتعرض ليها عشان دي الحاجات دي بتبقى بنقول ايه الضرب فيها بفورة يعني صحيح. السمعة صحيح. دي اهم مهم حاجة مهم جدا عشان كده احنا بنتكلم عن كل بالزبط. المخاطر اللي يعني بالزبط. مليانة داخل تطبيقات تعارف احنا نشكرك شكرا جزيلا دكتور رشا الجندي استاذ علم النفس وكمان بشكر الكاتبة الصحفية سارة سيف الدين صاحبة كتاب تندر في بيت الحاجة ثريا شكرا جزيلا على وجودكم معانا وان شاء الله يعني ليلة عيد الميلاد المجيد ليلة كلها حب وسلام ومحبة كل سنة وكل مصر فرحانة وبخير واشوفكم دايما على ألف خير